وعلى رأي ملك النص، الدولي غير الدوري، موسيماني والأهلي بيضيعوا فوز مهم قصاد بيراميدز في آخر الدقايق بخطأ ساذج من الشناوي وقفشة، بيهدى بيراميدز تعادل ثمين الفريق اللي كان منقوص العدد ولعب شوط كامل ب10 لاعبين. نتكلم حاجات كتير قوي قوي النهارده عن مباراة الأهلي وبيراميدز وكيف موسيماني خرج بهذا الشكل. أنا جاي معاك كتير جدا ومعاكم مصطفى، ودي حلقة جديدة من قهوة التحليل، ويلا بينا نخش بالحلقة. حطني رقم واحد في القصير. زي ما قلت لكم كده في المقدمه، الدولي غير الدوري، موسيماني والاهلي بنشوفهم اداء جميل جدا ومباريات ممتازه في مباريات دوري ابطال افريقيا والسوبر وكاس عالم الانديه، ولكن لما بيجي في الدوري المصري بيحصل حاجه غلط، حاجه مش مفهومه، والاهلي بيخرج بشكل غريب جدا جدا جدا. النهارده بدا الاهلي بنفس تشكيل تقريبا مباراه الترجي، نفس تشكيل مباراه الترجي، الاربعه 3-3، اليو ديانج والصليه وحمدي فتحي في نص الملعب والرباعي الدفاعي، لكن النهارده ايمن اشرف خرج من التشكيله ودخل بداله رامي ربيعه، والثلاثي الهجومي قفشه وطاهر محمد طاهر محمد شريف. تحت ده بيراميدز كان اللي انا شايفه او من التشكيل اللي شفته انه بادئ المباراه بدون نص ملعب، بيلعب بدونجا لوحده بس في نص الملعب، وده كان هيشكل ضغط كبير جدا على بيراميدز لو كان بيلعب بالشكل ده في الحقيقه. لكن اللي شفناه في الارض على ارض الواقع غير ده تماما. كنا بنشوف اريك تراوي وعبد الله السعيد الاثنين بينزلوا جنب دونجا في نص الملعب عشان يحاولوا يقفلوا نص الملعب، وكمان بنشوف ابراهيم حسن ورمضان صبحي الاثنين بينزلوا عشان يساندوا الباكات، عشان ما يسيبوش الباكات يلعبوا او ما يسيبوش النادي الاهلي يلعب بطريقه باسلوب الاثنين على واحد في ناحيه الباكات او ناحيه الاطراف، فكانوا بيرجعوا يساندوا الاطراف والثلاثي في نص الملعب يحاول يقفل على منادي التمرير ويحاول يقفل على الاهلي. لكن الاهلي الناحيه الثانيه، وزي ما قال حميد حشربي وبيعلق، ان الاهلي الاربعه 3-3 اللي بتلعب بيها دي المفروض انت تبقى داخل المباراه بتلعب على رد الفعل، انت تبقى داخل بتلعب على رد فعل، انت هتبقى واقف مثلا في نص ملعبك بتحاول تخطف بالمرتده، ده لو انت هتلعب بالاربعه 3-3. لكن الاربعه 3-3 في ماتشات الدوري والمباريات المؤجله اللي انت مطالب ان انت تكسب بيها وتكسب كل مباراه علشان تفضل عشان تلاحق الزمالك وتتقدم عليه كمان، ده مش مطلوب. انت مطلوب في بدايه المباراه تلعب بالاربعه 2-3-1 اللي بتلعب بيها في كل الاوقات وكل المباريات اللي قبل الاربعه 3-3 اللي انت بدات تلعب بيها في الفتره الاخيره. الاربعه 2-3-1 بتدي حريه لمجدي قفشه اللي هو يحرك لك الباكات ويدي لك تشيبات في ورا المدافعين او في ظهر المدافعين المهاجم بتاعك، وده ما شفناهوش طول الشوط الاول الاهلي، لان قفشه لما بتطرف ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بتلاقي قفشه بيختفي. مباراة اصلا الشوط الاول كانت تحس ان هي مباراه معركه في نص الملعب، دونجا بيضرب حمدي فتحي والصليه بيضرب ابراهيم عادل وديانج بيخش مش عارف مين، معركه في نص الملعب. والطرد بتاع دونجا هو طرد مستحق، وممكن كمان كان ممكن ياخد طرد في الكره الاولى اللي طلع فيها ودخل بالاسترز في جنب حمدي فتحي، ولكن خد انذار بعد كده، انذار مجاني في المباراه في الضغط اللي هو ضغطه لاعب مفروض بيلعب مباراه كبيره في قدام النادي الاهلي، خدت انذار، المفروض تدخلاتك تبقى هاديه، لكن انت في تدخلين في اقل من 5 دقايق بتطرد بتلبس فريقك طرد كان ممكن يخسر بسببه، او اللي هو تقدم الاهلي فيه بجونين بسبب الطرد اللي انت او نقصت فريقك 10 خلوه يلعب 10 لعيبه، ولكن الاهلي حتى ما استغلش ده. طول الشوط الاول الاهلي تايه هجوميا، تحس ان الثلاثي الهجومي منعزل عن نص الملعب والمدافعين، عشان توصل لمرمى بيراميدز او عشان توصل للمهاجمين بتوع الاهلي كنت تحاول تلعب تشيب باص كبير كبير كتير 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 من عمرو السوليه، بتشوف تشيب باصات من عمرو السوليه، بتشوف حاولات تمريرات على الاطراف، الاطراف حتى ما كانتش شغاله، هي اشتغلت في اول مباراه، شفنا اكرم توفيق بيروح وبيضيع انفراد الاهلي، بعد كده بيضيع فرص ثاني، ولكن بعد كده بيراميدز هو اللي مسك زمام الامور، بيراميدز هو اللي كان ماسك الكوره، والحريه الهجوميه اللي اداها تركيز جينياس للرباعي الهجومي بتاعه اللي هو اريك تراوري وابراهيم عادل وابراهيم حسن ورمضان وحتى عبد الله سعيد، الحريه الهجوميه اللي كان واخدها خط هجوم بيراميدز كانت مخليه بيراميدز شكله افضل هجوميا الشوط الاول، كنت بتشوف تحركات كتيره جدا 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 من اللعيبه الهجوميه بتاعت بيراميدز، فكان بتلاقي تمريرات بسيطه وتمريرات سريعه بتوصل بيراميدز لمرمى الاهلي، شفنا كذا تسديده الشوط الاول على مرمى الاهلي بسبب سوء التمركز والتحركات الكتير بدون كوره بتفك الضغط وبتفك اي تكتل للفريق المنافس. ولكن الاهلي اداء غريب، ما توصلش لمرمى بيراميدز، بيراميدز ماسك عليه الكوره هو اللي بيتحكم في ريتم المباراه، ضغطك بيحاول يوصل لمرماك، هو اللي بيحاول يكسب المباراه عكس المباراه اللي المفروض انت داخل عايز تكسبها، عايز تكسب كل مبارياتك المؤجله علشان تلاحق الاهلي تلاحق الزمالك. انت حتى عندك المباريات الجايه مباريات تقيله، عندك الاسماعيلي، عندك سموحه، عندك المورين، عندك القصه، ماتشات تقيله ممكن تقع نقط تاني قدام الفرق اللي جايه،
وقعدوا نطين بسذاجة كبير وانجيلة في اخر الحلقة. ولكن الاهلي بيقدم اداء غريب جدا الشوط الاول. الشوط الثاني وبعد الطرد على طول سحب موسيماني حمدي فتحي من ارض الملعب ونزل حسين الشحات ولعب بالطريقه اللي المفروض كنت تبدا بيها اصلا من بدايه المباراه. هي 4-2-3-1. لما لعبت 4-2-3-1 في حريه شفناها في الناحيه الهجوميه لان افشل لعب في المكان بتاعه اللي هو ينزل في منطقه الفور زونتين الستون 14 عشان تلعب في المنطقه دي. خليت قفشه ينزل فيه عشان يبتدي يحرك لك الاطراف يبتدي يشوط بره منطقه الجزاء ويديني كاميرات وسرهات توصلك لمرمى بيراميدز. ولكن عكس ريتم المباراه وعكس ضغط الاهلي وعكس كل حاجه بيراميدز بتفاجئك بجول كره ركنيه بتنزل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيدي لرمضان ورمضان بيجري بياخد واحد في ضهره بياخد الثاني في ضهره بيدي تمريره سحريه لابراهيم عادل اللاعب المجتهد جدا جدا جدا. ابراهيم عادل دون لو ما اتخطفش بعد الاولمبياد في الاحتراف اكيد 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 اللاعب ده هيروح الاهلي للزمالك الفتره الجايه. ابراهيم عادل لاعب جامد قوي 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 قوي. لاعب صغير السن تحركاته مميزه رجليه مميزه سريع. شفنا نقطه الجون جيري وسبع رمى ربيع وخد رمى ربيع في ظهره وروح حط الجول ما بين رجل محمد الشناوي وجول جول 1-0 لبيراميدز. ولكن بعد ال 1-0 الاهلي بقى شرس اكتر. بعد ال 1-0 الاهلي لا في خطر انا هضغط اكتر هلعب ال 22 ولا ال 21 لاعب في نص ملعب بيراميدز. ده اللي عمله الاهلي ضغط 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 لحد ما جاب الجول الاول والجول التعادل بتسديده من قفشه بيصدها احمد الشناوي وبترد لحسين شحات وحسين شحات بيخش يحط الجول التعادل. بعد الجول التعادل انا كنت عايز الاهلي او كنت حاسس ان الاهلي هيكمل ضغط بشراسه كبيره جدا وفعلا اللي حصل. الاهلي فضل ضاغط 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 حتى ما جت ضربه الجزاء. ضربه الجزاء بصراحه طلع ابراهيم حسن ودخل لمس طار محمد طار طار محمد طار من حقه اللي هو ياخد ضربه الجزاء. خد ضربه الجزاء وضربة الجزاء علي معلول دخل علشان عايز يلعبها عالية وبعيدة عن ايد الشناوي. دخل وضيع ضربة الجزاء وضيع فرصة ان انت الاهلي كان هيبقى متقدم 2-1 المعنويات عند بيراميدز هتهبط وبعد كده تقدم بجون كهربا 3-1 خلاص خلص الماتش. لكن تضيع ضربة الجزاء خلى بيراميدز عنده حتى بصيص من امل ل 1% وابتدى حتى تغييرات تكيس جونياس تغييرات مميزة. احمد الشيخ نزلت بعديها محمود حمادة في نص الملعب عشان يساعد ايريك تراوري يبقى هو اللاعب نمرة 6 عشان يفسد هجمات الاهلي. وابتديت اللي هو بيراميدز بيحاول يجاري الاهلي. الناحية التانية موسيماني برضه خلاص ان اللي ميت وانهم لما يتوه نزل كهربا ونزل صلاح محسن وخرج اكرم توفيق وخرج مين تاني؟ خرج اكرم توفيق وخرج طاهر محمد طاهر وخلاص رجع حسين شحات باك رايت ولعب بكهربا وصلاح محسن ومحمد شريف وقفشه وضغط ضغط ضغط لحد ما سجل الهدف الثاني عن طريق كهربا. لو الكره تنزل لكهربا يمسك الجول وخلاص بعد الجول انت خلاص الاهلي خلص الماتش. الاهلي خلص الماتش وضغط حتى وفي تضييع فرص بعديها والكره بتاعت محمد شريف لو كان سابها لقفشه قفشه خلاص كان داخل خلص الماتش. لكن محمد شريف بيستلم وبيلف ويحط الكره في العارضه ولفه بيفكرني بعماد متعب باللفه اللي فيها دي بيلف ويحط الكره في العارضه. وبعد الكوره اللي جت في العارضه بوزيس من امل تاني لبيراميدز خلى بيراميدز في اخر دقائق المباراه الحاجه دي بست دقائق دي 94 الاهلي بيمرر تمريرات صغيره وتمريرات بسيطه وتمريرات في مساحات ضيقه في اخر المباراه كسبان 2-1 وبيراميدز بيحاول يضغط عشان يعوض بتلعب تمريرات غريبه جدا وقفشه بيستلم الكوره بيلف يلعبها لاحمد الشيخ. احمد الشيخ ضد زحلقه بتاعت عمرو السوليه بترد لرمى ربيع رمى ربيع بيخش يديها لمحمد الشناوي. محمد الشناوي مش عارف ما كانش بص على الكوره ولا الكوره خانته ولا تقدير للكوره خانه ولا ايه لانه ما استلمش الكوره بطن رجله الكوره استلمها كده بسن رجله اللي هو بالحته اللي فوق من الستارز كده وعدت منه ودخل ايريك تراوري بالضغط اصلا كان بيحاول يضغط على محمد الشناوي يحط الجول الثاني و2-2 وبيراميدز بيخطف منك تعادل سمين جدا ضيع منها الجولتين بيحاول يقرب من مربع ذهبي بيخدم الزمالك بيخدم الزمالك قبل توقف بيحاول يخدم الزمالك. الزمالك عنده مباراه جد غزل المحله يقدر يكسب مباراه ويتقدم تاني ويضغط على الاهلي طول ما الاهلي عنده مؤجلات طول ما الاهلي هنشوفه مضغوط ويحاول يخش مباراه يسابق الزمن. الاهلي النهارده ضيع تعادل ضيع فوز باداء غريب. الاهلي كان شوط تاني افضل بكتير جدا 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 ولكن السذاجه اللي حصلت اخر المباراه ضيعت على الاهلي الفوز. وبصراحه في كذا لاعب لازم نحط عليه سبوت لايت. اللاعب هو اول واحد هو احمد الشناوي حارس بيراميدز. احمد الشناوي
ممكن يرجع المستوى. شفنا النهارده عامل مباراه كبيره جدا 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 قدام النادي الاهلي، ممكن لا محمد الشناوي بيرجع المستوى تاني. فعلا بيراميدز عامل مباراه كبيره، الاهلي برده عامل مباراه كبيره، وكهربا لو خد فرصه وخد وقت في الملعب ممكن لا كهربا يرجع المستوى. لكن الاهلي النهارده بيضيع فوز قدام بيراميدز، ولكن بيراميدز برده بيقرب للمربع زي ما بقول لكم. في الاخر ده راي شخص واحد، رايي انا في المباراه. قول لي رايك انت في المباراه. هارده لكل جمهور النادي الاهلي، ومبروك لجمهور بيراميدز. وفي جمهور يعني لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. وطبعا على السوشيال بتاعتي في الديسكربشن تحت، فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، اعمل فولو هناك. ومش على فيسبوك، تويتر على تويتر. كمان مستنيك الحلقه الجايه. سلام.